الوطني، حيث قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن الجلسة الأولى للمحور السياسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاءت أمس تحت عنوان النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب كانت جلسة بناءة للغاية وغير مسبوقة. أضاف رشوان أنه لم يحدث من قبل أن جلس ممثلون من أقصى اليمين مع ممثلين لأقصى اليسار وأن يتحدثوا معا فيما هم فيه مختلفون. وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه لا اتجاه مسبق لدى الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية حول أي قضية أو مقترح، ولكن كل القضايا مطروحة للنقاش وليس هناك عائق غير الدستور والمنطق، وأنه ولن يوجد دفع نحو اتجاه بعينه. وقال في هذه الساحة فليتنافس المتنافسون داعيا لتقديم من لديه مقترحات التقدم بها سريعا، لدينا أسبوع واحد فقط لتلقي مقترحات مكتوبة، داعيا كل أنصار كل اتجاه للجلوس معنا والتقدم بمقترح واحد حول مقترحاتهم. يعني امبارح ابتدينا بقى الجلسات الفعلية النقاشية للحوار الوطني، وكويس انهم ابتدوا بالمحور السياسي، يعني لانه ده برضو محور خليني اقول مهم بالتأكيد، ومع ان الاقتصاد مهم يعني، وده برضو خليني اقول محور نقاش مجتمعي، كل الناس بتتكلم على كل حاجة دلوقتي اقتصادية، لكن يعني أنا برضو برجع دايما أقول إن الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة. بالتأكيد الاثنين مؤثرين على القرار. صحيح. يعني كل الاقتصاد مؤثر على القرار السياسي والسياسة مؤثرة على القرار الاقتصادي. صحيح. فعايز أقول لحضرتك إنه يعني يمكن الجلسة الأولى حالة النقاش واللي تم ده وكمان نقلها على الهواء ده أكبر دليل على إنه الحوار الوطني يعني الدولة المصرية حريصة على إنه يكون في حوار بحجم وثقل هذه الدولة ويكون نموذج حقيقي. يمكن اللي قاله الأستاذ ضياء رشوان في تصريحاته عقب الجلسة الأولى من المناقشات ده بيدلل على أنه الدولة جادة أن هي تتقبل أي رأي من أي فصيل يقدمه طالما أن احنا بنحتكم في النهاية إلى الدستور. عندنا رغبة شديدة جدا في أنه لو في أي رؤية لتعديل يعني نظام معين في العملية الانتخابية، في مشروع، في مقترح يتم مناقشته وطرحه على الجميع، مفيش حد عنده سقف للطموح. كل الفصائل السياسية يمكن شفنا والاتجاهات السياسية كلها بلا استثناء يعني قدمت مقترحات ليها وبتتناقش بشكل مفتوح، مفيش خطوط حمراء، في شفافية نعم. شديدة جدا. ويمكن اللي بيضمن الشفافية ده انه الحوار موجود زي ما بيقولوا لايف على الهواء، كل الناس موجودة مشاركة فيه. بمناسبة اللايف على الهواء، يعني من خبرتنا في المجال الإعلامي، لو في ناس بتقول ان في سيناريوهات، انتوا عاملين المسرحية اللي قدامنا دي، مفيش مسرحية بتمتد لساعات وبتبقى ما فيهاش خروج عن النص، ما فيهاش دفيهات هتحصل يعني دايما، يعني اي حاجه بتحصل بيقول لك ايه اصل ده انا خرجت عن النص، لكن انت شايف كل حاجه بما فيها الاختلاف طبعا، فلا يمكن تبقى مسرحيه يعني لمن يقول ذلك. شوف استاذ رشا، عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في الفتره الحاليه مصر من الدول اللي بتواجه حمله شرسه جدا، حمله مسعوره ضد الدوله المصريه، وهو انك لو اتحركت بطريق او في طريق ايجابي لازم تواجهي بشكل كبير جدا من حملات النقد. ليه حملات النقد؟ علشان يعمل حاله تشكيك لدى العقل الجمعي عند المواطن، ودي نقطه مهمه جدا لازم يبقى واخدين بالنا منها. زي ما حضرتك ذكرتي، لو في تقسيم ادوار حسب ما هم بيروجوا، لو في تقسيم ادوار بين المجموعات اللي موجوده او المشاركين، طب ما فيش خروج على النص عندهم، ما فيش حد هيخرج، خصوصا انه ممكن يحصل على مكتسبات من خروجه على النص، خصوصا ان احنا مقبلين كمان على انتخابات سواء كانت انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه. فالكلام ده كلام غير منطقي وغير عقلاني بالمره. انما اللي حاصل في الحوار الوطني النهارده ده بيدلل على ان اي مواطن مصري مدعو ان هو يشارك في الحوار الوطني، اما من خلال تقديمه مقترح يقدمه مكتوب او يبعته ليه، هو قال مكتوب يعني هي واضحه انها مكتوب، طبعا يقدمه مكتوب للامانه العامه للحوار وهيتم مناقشته بشكل صحيح كامل، وده دليل على ان كلنا مشاركين في الحوار الوطني. طيب في النقطه دي حضرتك قلت انه في هجمه شرسه على مصر، انا مش مستغرباها، قولي ليه؟
قولي لي يعني انا كده كمتابعه، يعني انا لما اشوف ليبيا عامله ازاي، ولما اشوف غزه عامله ازاي، ولما اشوف السودان عامله ازاي، وانا في وسط كل دول، ده دي انا بتكلم على حدودي، يعني على حدودي، وانا الوحيده اللي بحصد قمح، يعني الحمد لله بفتتح مشروعات، بدير حوار من ما حصلش اصلا في اي دوله في العالم، حوار بهذا الحجم. مش بس كده حضرتك، يعني انا مواقفي السياسيه واضحه ولا فيها وغير اختلاف متغيرة. وغير متغيره ما تهاجمش ازاي؟ طبعا. ما لازم اتهاجم، ده بالتاكيد، يعني ده لازم اتهاجم، يعني احنا هنسيب البلد دي كده ماشيه لوحدها كده؟ ويمكن ده الواضح، انه العالم كله كان في اتجاه واحنا كنا في اتجاه ثابت وواضح، ان احنا ما فيش حاجه اسمها الحلول العسكريه دايما حلول مدمره للدول، وانه اي دوله في ازمه لازم يبقى الحل السياسي، ويكون الابناء هذا الوطن هم الشركاء الاساسيين في الحل، وليست الحلول الخارجيه المصدره من الخارج. في النهايه العالم كله اكتشف انه الرؤيه المصريه هي الرؤيه الاصوب، وبدا يتحرك باتجاه الرؤيه المصريه، ويمكن ده شفناه في الملف السوري، وبنشوف ده في الملف الفلسطيني اليمني، وفي الملف اليمني، نعم، في الملف الليبي كمان. بس احنا دفعنا ثمن ده بالتاكيد، احنا هنا دفعنا ثمن ده بالتأكيد.